معانا هاتفيا كابتن طارق مصطفى نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني السابق. طبعا بنتكلم على لقاء القمة رقم 123 واللي انتهى طبعا بفوز النادي الأهلي بخمس أهداف مقابل ثلاثة. كابتن طارق برحب بحضرتك من جديد، وعايزين بقى نحلل الأداء الفني للاعبي الزمالك. احنا قلنا ان في بدلك من اول المباراة، ولكن المستوى الفكري او الفني بالنسبة لكارتيرون وبالنسبة للعيبة، هل هو اللي ادى لهذه النتيجة في النهاية ولا ايه تاني من وجهة نظرك؟ مرحب بك كمان مرة هشام. أهلا وسهلا. ويمكن الأداء الفني أنا أشوف يعني لعيبة الزمالك ما قصرتش، ممكن يكون في لعيبة كتير كان بدلك امبارح في المستوى وده وارد، إنما هي المشكلة إن أنت كان مش بس لعيب أو اتنين، كان أكتر من لعيب ما عندهمش توفيق من بداية المباراة، خاصة المسلوسي لعيب دولي هتحط في أخطاء بدلك ضربتين جزاء. في اعتقادي الشخصي كان على مستر كارتيرون كان من بدري جدا يتدخل في لما حس ان الفرقه في اول 20 دقيقه 3-0 كان لازم يتدخل بتغييرات بدري، كان لازم يعرف ان اليوم مش يومه، كان لازم يطلع باقل الخسائر. هي الميزه ان لعيبه نادي الزمالك فضلت على المستوى البدني لغايه اخر دقيقه تلعب، ودي بصراحه فيها يعني انا اشوف ان موسيماني يعني كان ليه دور فيها بشكل كبير جدا بتغييراته اللي انا ما توقعتهاش. انا توقعت التغييرات موسيماني ان هو ينزل عمار حمدي، ينزل احمد عبد القادر، ينزل ناس عندها مهاره وسرعه، لان الزمالك كان فيه مساحات كبيره جدا في خط الظهر. عشان كده كابتن طارق الكل اتفق على يعني اخطاء موسيماني في التغييرات، سواء على مستوى الجماهير او حتى على مستوى الفن. يمكن حضرتك هو بتاكد المعلومه، كابتن فضل من شويه برضو اكد المعلومه، فده يعني واضح ان ده في اجماع عليه اكيد. بس برضو انا بشوف برضو ان كارتيرون كمان كان لازم يتدخل بدري قبل موسيماني، يعني اللي كان مطلوب من التغييرات من الاول. يعني انا شفت مثلا ان مصطفى فتحي كان لازم دوره من بدري، شفت ان الجزيري كان لازم يبدا. انا قلت الكلام ده قبل الماتش ان الجزيري النادي الاهلي متوقع ان هم يلعبوا بثلاثه في خط الظهر، حمدي فتحي وبدري بنون وايمن اشرف، وبعدين علي معلول واكرم بيلعبوا لقدام يعني مفاتيح لعب. فهو بيلعبك ومقفل ملعبك وهو اصلا مضغوط. يعني موسيماني قبل المباراه حاجه وبعد المباراه حاجه تانية. قبل المباراه موسيماني لو النادي الاهلي اتغلب في اعتقادي ما كانش هيكمل، لان هو كان مضغوط نفسيا وكان مضغوط من كل الناس واعلاميا، فبالتالي كان هو اللي عليه الضغوط. كانش هيكمل مع الفرقه يعني؟ طبعا طبعا. بس الاهلي ما بيتعاملش بالسياسه دي يا كابتن طارق، مش بسياسه المباراه يعني. لا 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 لا، قبل المباراة أنا كنت عارف إن موسيماني كان عنده ضغوط كبيرة جدا من جمهور النادي الأهلي وعنده مشاكل كبيرة جدا 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 في الفرقة، وده إذا كان يدل إن حتى في آخر يعني أنت بدأت الإسماعيلي بهذه الطريقة، ولما جيت لعبت وعملت أداء ولا أروع ونتيجة تكسب النادي الإسماعيلي 4 في بداية الدوري، دي ثقة والأمور كانت معاك، الجمهور والناس كلها كانت فرحانة. ولكن لما تيجي تلعب البنك الاهلي وتلعبه بنفس الطريقه والبنك الاهلي يلعب ماتش صعب الحقيقه على النادي الاهلي، طبعا طبعا عشان انت بدات غلط. يعني انت في بص شام، في ناس ممكن يعني مدربين ممكن يبداوا التشكيل غلط ويغيروا صح، وممكن العكس ممكن يبدا غلط ولما يجي يغير صح.